أب ليس كالآباء. ما تزال ترحل بالذاكرة نحو الطفولة، أبحث فيها عن الصور التي تجمعنا بوالدي. كان والدي رغم صلابته المعروفة أبا عطوفا، وكان يقتنص كل الفرص التي تمدنا بالسرور، وقد حفرت في قلوبنا وتجلى أثرها محبة وطاعة له. كان والدي يلعب معنا دائما لعبة الحصان، ويخصص لنا يوما أسبوعيا ليصطحبنا إلى سينما الأطفال، وهناك كنا نعيش مغامرات متميزة. وكان يرضخ لطلبنا بأن يضع على رأسه قبعة كما نفعل نحن، تجعله في أعيننا أجمل وأكثر قربا منا، بالإضافة إلى جولات أسبوعية نشتري فيها المثلجات ونتجول في الحدائق، وينتظرنا حتى نتعب ونطلب منه العودة بأنفسنا. كان والدي يأخذنا معه إلى المقهى الذي يجتمع فيه مع أصحابه للحديث في أمور السياسة، وحين يعرفنا شعرنا بالملل يأخذ لنا طاولة منفردة لنتسلى. واليوم كبرنا جميعا وغادرنا البيت الكبير، وصار اللقاء زيارات نتبادلها مع أهلنا، أسرع فيها لتقبيل يده وجبينه ويرضى علي بكلماته الحلوة. أب واحد فقط عرفته، كان قد فاق والدي الغالي بخصاله، وكان هذا الأب هو الجد الحنون لأحفاده، ينحني ليرتحله حفيده ويطيل لأجله صلاة يؤم فيها كبار الصحابة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت من بره بأولاده وبناته وحفادته صورا ألهبت مشاعري، جعلتني أزداد رحمة بأولادي وبأولاد المسلمين أثناء عملي في التدريس. فعليك أفضل الصلاة والتسليم أيها الأب والجد الذي لا مثيل لخصاله مجتمعة في أي من الآباء. رزقنا الله حسن الدعوة إلى دين أنت معلمه، وإلى خلق أنت خير من تمثله.